هذا البرنامج برعاية QNB. أسعدتم أوقاتاً. الدين الخارجي لقطر يرتفع العام الماضي بحدود 2% إلى 229 مليار ريال قطري، وبالتالي هذا يرفع إجمالي حجم الدين العام لقطر إلى 382 مليار ريال قطري، ما يمثل تقريباً 58% من إجمالي الناتج المحلي. الدين الداخلي لقطر العام الماضي ارتفع إلى 153 مليار بحسب أرقام وزارة المالية القطرية. الاحتياطيات الدولية لقطر ترتفع للشهر الخامس والثلاثين على التوالي إلى 56 مليار و300 مليون دولار أمريكي، منها تقريبا 3 مليارات و600 مليون دولار هي عبارة عن استثمار في المعدن الأصفر. ومع قرب تدشين مصنع الهيليوم الثالث، تكون قطر قد اقتربت من أن تستحوذ على حصة عالمية من إنتاج وتصدير هذه المادة قدرها 35%. في أهم الأرقام والمؤشرات، مؤشر مديري مشتريات القطري يرتفع في شهر يناير الماضي إلى نقطة 54، وهي أفضل رابع قراءة له منذ انطلاق هذا المؤشر في العام 2016. ومؤشر أسعار الآلات والمعدات انخفض في النصف الثاني من العام الماضي ب 21% بضغط من ثلاث مجموعات رئيسية. الصندوق السيادي النرويجي، وهو أكبر صندوق سيادي في العالم بتريليون 300 مليون دولار أمريكي، استحوذ على حصة قدرها 5% في شركة QLM للتأمين، وهي آخر الشركات وافدة إلى بورصة قطر، وتراجع واضح في عدد السفن التي تعاملت معها موانئ قطر في شهر يناير الماضي بأكثر من 6%، على الرغم من ارتفاع كبير في إجمالي البضائع العامة بنسبة 220%. ونسأل في هذه الحلقة، ما هو حجم الاستثمار قطر في الذهب الأحمر؟ كانت هذه أبرز عناوين حلقة عين على قطر. المشوار ابتدأ، أهلا ومرحبا بكم. نما الدين الخارجي لحكومة قطر العام الماضي بنسبة 116% على أساس سنوي إلى نحو 229 مليار ريال. وكانت وزارة المالية توقعت في بيان سابق أن يرتفع إجمالي الدين العام لقطر بنهاية العام 2020 إلى نحو 382 مليار ريال، ما يمثل 58% من الناتج الإجمالي، منه نحو 153 مليار ريال دين محلي. ارتفع الاحتياط الأجنبي لقطر بنهاية شهر يناير الماضي بنسبة 2.17% على أساس سنوي إلى نحو 56 مليار و300 مليون دولار، بدعم من زيادة حيازة الذهب إلى نحو 3 مليارات ونصف المليار دولار، ونمو الاستثمار في سندات الخزينة الأجنبية إلى نحو 18 مليار دولار، منها سندات أمريكية طويلة الأجل بقيمة 7 مليارات ونصف المليار دولار. أعلنت قطر غاز عن تحميل الشحنة رقم 10,000 من مادة الهيليوم، ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج قطر غاز من الهيليوم نهاية العام الجاري إلى 2.6 مليار مليون قدم مكعبة سنويا، ما يمثل 35% من الإنتاج العالمي للمادة التي تستخدم في تطبيقات العلوم والطب والصناعات عالية التقنية. ارتفعت موجودات البنوك الإسلامية العاملة في قطر بنهاية العام الماضي بنسبة 8.14% على أساس سنوي إلى نحو 451 مليار ريال، ما يمثل أكثر من 27% من إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة الخليجية. وبلغت الودائع في البنوك الإسلامية العام الماضي 226 مليار ريال، بينما بلغ قيمة محفظة التمويل 312 مليار ريال. أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة لصالح البنوك المحلية بقيمة 600 مليون ريال على ثلاثة آجال قصيرة الأجل بمتوسط عائد قدره 0.11%.
ارتفعت أرباح شركة فودافون قطر العام الماضي بنسبة 29% إلى نحو 185 مليون ريال بدعم من نمو الإيرادات بنسبة 4% إلى نحو 2.2 مليار ريال. وأوصت الشركة توزيع أرباح نقدية بقيمة 5% من رأس المال بواقع 0.05 ريال لكل سهم بإجمالي 212 مليون ريال. استحوذ الصندوق السيادي النرويجي على نحو 5% من رأس مال شركة QLM لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، وبما قيمته 62 مليون ريال، ما يرفع حصة الأجانب في الشركة إلى 12.3% بنهاية يناير 2021. تراجع مؤشر أسعار الآلات والمعدات في قطر خلال النصف الثاني من العام الماضي بنسبة 21% على أساس سنوي، بضغط من تراجع أسعار مجموعة آلات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات بنسبة 13.14%، ثم مجموعة الآلات الطبية والأجهزة الدقيقة والأدوات البصرية بنسبة 10%، ومجموعة الآلات المستخدمة في الأغراض العامة. تواصل الشركات المدرجة أسهم في بورصة قطر الإفصاح عن بياناتها المالية للعام المالي 2020. النتائج تأتي متباينة وكذلك أيضا التوزيعات، لكن شركة ناقلات تغرد خارج السرب تسبح عكس التيار. نسبة نمو في صافي الأرباح في عام كورونا تقارب 16% إلى 1.160 مليار ريال قطري بدعم أساسي من زيادة الإيرادات التشغيلية بنسبة 3.4% إلى نحو 4 مليارات ريال قطري، إضافة إلى انخفاض المصاريف الإدارية العمومية بنسبة 28%. مجلس الإدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية قدرها 11% من القيمة الإسمية للسهم بإجمالي 609 مليار ريال قطري، وبزيادة قدرها 10% عن توزيعات العام 2019. في هذا العرض نلقي نظرة على تفاصيل الأرقام المالية التي أعلنت عنها شركة ناقلات القطرية عن الربع الرابع من العام الماضي وأيضا عن العام 2020. بداية، سجلت الشركة أرباح بالنسبة للعام 2020 تجاوزت 1 مليار ريال قطري، هذه المستويات الأعلى في تاريخ الشركة. إذا نظرنا إلى أداء الربع الرابع 2020 بالمقارنة مع 2019، نلاحظ تراجع بالأرباح بقرابة 5%، وهذه هي الأرقام بالنسبة للعائد على السهم. نبقى في أجواء الأرقام المالية ونلقي نظرة أيضا حول بعض يعني المعطيات التي تم الإفصاح عنها. الإيرادات شهدت نوع من الارتفاعات بحدود 3.5 النقطة المئوية ل4 مليارات ريال. المصروفات تراجعت بقرابة النقطة المئوية الواحدة، ولكن تحديدا المصاريف الإدارية والعمومية شهدت تراجعات بقرابة 28%. هذه بقية الأرقام سواء بالنسبة أيضا للقيمة الدفترية للسفن والمعدات. لا ننسى بأن العام 2020 كان عام قاسي على قطاع الشحن البحري، وهذا أمر مبرر بشكل كامل بالتداعيات التي وصلنا إليها بسبب كورونا. موجودات شركة ناقلات ارتفعت بقرابة 1.2 النقطة المئوية. القروض سجلت نوع من الاستقرار فوق مستويات 21 مليار ريال، بينما بالنسبة لحقوق المساهمين سجلنا مستويات فوق 7 مليارات ريال، وكان عندنا ريتيند ايرنينجز بحدود 3 مليارات ريال او 2.8 مليار ريال. ايضا بالنسبه لسهم الشركه، طبعا الشركه هنا نتحدث عن قيمه سوقيه تتجاوز 18.8 مليار ريال بمكررات ربحيه بقرابه 16 مره. وطبعا لا ننسى بانه السهم كان قد سجل اعلى مستوياته منذ العام 2008 وارتفع 47% خلال ال 12 شهر الماضيه. ابرز الاحداث والمحطات بتاريخ الشركة للعام 2020. إجمالي عدد أسطول الشركة يصل ل 74 ناقلة. كان عندنا اتفاقية مع قطر للبترول، وأيضا كان عندنا شراكة مع شركة شل لبدء المرحلة الثانية من عملية استلام إدارة وتشغيل الأسطول من شركة شل. لا ننسى بأنه السهم تم إعادة إدراجه على مؤشر الـ MSCI بعد أن يعني قامت MSCI بإلغاء الإدراج بشهر أبريل، أعادته في شهر نوفمبر العام الماضي.
الماضي، ومتوسط إيجار سفينة الغاز وصل لتقريبا 48 ألف دولار يوميا بالنسبة لهذه الأرقام. إذن كان هذا عرض تفصيلي حول الأرقام المالية التي أعلنت عنها شركة ناقلات الغاز للعام الماضي. ونبقى أيضا مع نتائج شركة صناعة قطر، نتائج عن متوسط التوقعات. طبعا أرباح هذه الشركة تتأثر بشكل واضح في الإغلاق الحاصل في الربع الثاني من العام الماضي، وكذلك أيضا انخفاض أسعار النفط التي ذهبت إلى مستويات قياسية في العام 2020، بالتالي أدى إلى انخفاض الطلب على منتجات الشركة في الأسواق العالمية، بالتالي أيضا تراجع في أسعار منتجاته، وهذا ظهر بشكل أساسي على مستوى حجم الإيرادات وكذلك أيضا النشاط الاستثماري، وفي نهاية المطاف أثر على صافي أرباح الشركة بنهاية العام 2020، وهذا أيضا ربما كان دافع أساسي ربما لتحديد المستوى التوصية بالتوزيعات النقدية التي أوصى بها مجلس الإدارة. تفاصيل أكثر فيما يتعلق بالنتائج المالية لشركة صناعة قطر في هذا التقرير. الجائحة وتهاوي أسعار النفط الخام وتباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب وانخفاض أسعار المنتجات النهائية والتدفئة الدورية عناصر تضافرت في العام 2020 لتهوي بأرباح مجموعة صناعات قطر بنحو 23% إلى ما يقرب من ملياري ريال قطري، منها نحو مليار ريال أرباح مسجلة في الربع الأخير من العام الماضي الذي شهد تحسنا على مستوى الطلب العالمي وانتعاش الأسعار بفعل نقص المعروض جراء وقوع كوارث طبيعية في أسواق الرئيسية أدت إلى توقف عمليات العديد من الشركات المنتجة. الشركة التي تعمل في مجال إنتاج البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية ومنتجات الحديد والصلب برأس مال يتعدى 6 مليارات ريال يوصي مجلس إدارتها بتوزيع كامل صافي ربح العام 2020 بواقع 33 درهما لكل سهم، خاصة وأن المركز المالي للشركة يسمح لها بالسخاء التوزيعي مع حقوق ملكية تناهز 33 مليارا و800 مليون ريال. وبفعل العوامل الضاغطة على صافي الأرباح في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، فقد تراجعت الإيرادات التشغيلية السنوية بنسبة 17% وصولا إلى 11 مليار و400 مليون ريال، وذلك نتيجة انخفاض الإنتاج السنوي بنسبة 8% إلى 15 مليون و800 ألف طن متري نتيجة عمليات الصيانة المخطط لها وغير المخطط، فضلا عن تسجيل خسارة استثنائية ناتجة عن خفض قيمة بواقع مليار و200 مليون ريال في قطاع الحديد والصلب، هذا بالإضافة إلى تسجيل خسارة أخرى بواقع 153 مليون ريال ناتجة عن خفض قيمة لمرافق تابعة لشركة قطر للميلامين، إلى جانب تأثر المبيعات بالاتفاقية المؤقتة لمعالجة الغاز لخطوط إنتاج قافكو التي تم العمل بها لأول 7 أشهر فقط من العام الماضي وانتهت منتصفه، فضلا عن انخفاض مستويات الإنتاج في مرافق إنتاج البوليإيثيلين. هذا وحافظت المجموعة بنهاية العام الماضي على مركزها المالي مع أرصدة نقدية مصرفية بنحو 8 مليارات و800 مليون ريال، وذلك بعد توزيعات أرباح العام 2019 والتي ناهزت 2.4 مليار مليون ريال، وسدادا ل3.6 مليار مليون ريال إلى قطر للبترول مقابل شراء حصة تبلغ نسبتها 25% في شركة قافكو والتي تمثل جزءا من أصول الشركة البالغة 36 مليار ريال قطري. وفقا لأرقام وبيانات شركة موانئ قطر، تراجع واضح في عدد السفن التي تعاملت معها موانئ قطر الثلاث في شهر يناير كانون الثاني الماضي، نسبة انخفاض ب 26% في عدد السفن قياسا على أساس سنوي، ولكن كان اللافت حقيقة في أرقام شركة موانئ قطر هو الارتفاع القياسي في حجم البضائع العامة التي تعاملت معها الموانئ الثلاث، ارتفاع بنسبة 223%. لن أطيل عليكم فتفاصيل أكثر فيما يتعلق بحركة تلك الموانئ في هذا العرض السريع.
أعزائي المشاهدين، ما زال في جعبتنا الكثير في هذه الحلقة من عيننا على قطر. سأذنكم بهذا الفاصل الإعلاني القصير، نعود لمتابعة أهم ما تبقى منها. لا تبتعدوا كثيرا، ابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية QNB. هذا البرنامج برعاية QNB. مرحبا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، متابعة للقسم الثاني من حلقة عين على قطر لهذا الأسبوع. مؤشر مدري المشتريات القطري، هذا المؤشر الصادر عن مركز قطر للمال الذي يقيس أداء القطاع غير النفطي في دولة قطر، قطاع خاص تحديدا، يسجل أفضل رابع قراءة له منذ انطلاق هذا المؤشر في العام 2016، يسجل في شهر يناير الماضي 53.9 نقطة قياسا بشهر ديسمبر، نسبة نمو قياسية وإيجابية مدعوم بشكل أساسي من زيادة حجم الإنتاج وزيادة حجم الطلبيات وكذلك أيضا حركة التوظيف. نتوقف في هذا العرض التفصيلي عند أهم أرقام ومؤشرات مدري المشتريات لشهر يناير الماضي. جملة من الإجراءات الحكومية تم اتخاذها هذا الأسبوع لاحتواء الزيادة المضطردة في عدد الإصابات اليومية لجائحة كورونا، والتي ارتفعت بشكل قياسي بنسبة 100% قياسا بالشهر ديسمبر ويناير الماضي، وارتفاع ملحوظ أيضا في عدد الإصابات التي تدخل إلى المشافي وإلى غرف العناية المركزة. من جملة تلك الإجراءات الفورية هو الإيقاف للحفلات الأعراس في الأماكن العامة والأماكن المغلقة، وتحديد عدد الأشخاص في التجمعات سواء مفتوحة أو كذلك أيضا مغلقة، وسلسلة طويلة حقيقة من الإجراءات التي من شأنها الحد من انتشار هذا الفيروس، والتي تأتي أيضا تزامنا مع استكمال الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا الذي سوف يستكمل إجراءاته حتى نهاية شهر أغسطس آب من هذا العام. تفاصيل أكثر فيما يتعلق بتلك الإجراءات نستعرضها في سياق التقرير التالي. فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 يجدد نشاطه في قطر. ارتفاع قياسي في إجمالي عدد الإصابات اليومية بأكثر من 100% عند متوسط 400 حالة يومياً، مع ارتفاع ملحوظ في إجمالي عدد الحالات التي تخضع للعلاج في المستشفيات وغرف العناية المركزة. تطور يدفع الحكومة مجددا لاتخاذ سلسلة من الإجراءات لاحتواء الزيادة في عدد الإصابات والتخفيف من أثارها الصحية. وشملت الإجراءات الحكومية منع جميع التجمعات التي تزيد عن 15 شخصا في الأماكن المفتوحة وخمسة أشخاص في الأماكن المغلقة، مع إيقاف حفلات الزفاف في الأماكن العامة والمفتوحة وإغلاق ساحات الألعاب في الحدائق، إضافة إلى إيقاف العمل بخدمات تأجير القوارب واليخوت السياحية وإغلاق جميع ساحات المطاعم المشتركة داخل المجمعات التجارية، والسماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات في الأماكن المغلقة بطاقة استيعابية لا تتجاوز 15%، وكذلك خفض الطاقة الاستيعابية للمراكز التعليمية وصالونات الحلاقة والتجميل ودور الحضانة إلى 30%، وتخفيض الطاقة الاستيعابية للمتاحف والمكتبات العامة إلى 50%.
إجراءات تتطلع الدوحة من خلالها إلى إعادة احتواء الفيروس والتقليل من أثاره بالتوازي مع التوسع في حملة التطعيم التي ستشمل جميع سكان قطر بنهاية أغسطس آب المقبل، والإبقاء على معدل الوفيات عند الأقل عالمياً والتي تبقى بحدود 0.16% من إجمالي عدد الإصابات التي نهزت 155 ألف إصابة. بعد أن أعلنت عن خطتها لإعادة الإنتاج من حقل الشمال في العام 2019، قطر للبترول توقع عقود المرحلة الأولى لتطوير حقل الشمال في قطاعه الشرقي بقيمة 105 مليارات ريال قطري ضمن تحالف دولي. طبعا هذه المرحلة سوف ترفع إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 110 مليون طن سنويا بحلول العام 2025، على أن تأتي المرحلة الثانية بنهاية العام 2027، وبالتالي يرفع حجم الإنتاج القطري إلى 126 مليون طن سنويا. بعد أن عزمت فعلت، قطر للبترول تطلق المرحلة الأولى من مشروع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في القطاع الشرقي لحقل الشمال، أكبر حقل منفرد للغاز الطبيعي المسال في العالم، مرحلة سترفع الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال لقطر من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 110 مليون طن بحلول العام 2025، إلى جانب إنتاج كميات كبيرة من المكثفات وغاز البترول المسال والإثان والكبريت والهيليوم بما يعادل 1,400,000 برميل نفط مكافئ يوميا. إن هذا المشروع يعد أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم، وسيرفع القدرة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 إلى 110 مليون طن سنويا، كما سينتج كميات كبيرة من المكثفات وغاز البترول المسال والإيثين والهيليوم، حيث من المتوقع أن يبدأ الإنتاج قبل نهاية عام 2025 بمشيئة الله، وأن يصل إجمالي الإنتاج إلى حوالي 1.4 مليون برميل نفط مكافئ يومياً، وستصل تكلفة المشروع إلى حوالي 105 مليار ريال قطري. الإعاز بإطلاق التوسعة الأولى للمشروع جاء عقب توقيع عقد الهندسة والمشتريات والإنشاءات الرئيسي لمنشآت المشروع البرية مع تحالف شركتي تشيودا وتكنب، عقد يغطي تشييد 4 خطوط عملاقة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بسعة 8 مليون طن سنويا لكل منها، بالإضافة إلى مرافق معالجة الغاز واستعادة سوائد الغاز الطبيعي، فضلا عن بناء نظام لتجميع وحقن غاز ثاني أكسيد الكربون ومرافق استخراج الهيليوم وتكريره في مدينة رأس لفان الصناعية بتكلفة إجمالية تصل إلى 105 مليارات ريال قطري. إننا سعداء جدا بهذه الشراكة مع قطر للبترول ضمن تحالف كبير مع شركة تكنب في واحد من أكبر مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم، والذي يعتبر من أهم المشاريع التي تدعم الالتزام بأعلى المعايير البيئية، ومنها استرجاع الغاز المتبخر الذي يقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بما يقارب 1 مليون طن مكافئ سنويا من غاز ثاني أكسيد الكربون. وسيلبي المشروع احتياجات قطر من الطاقة الكهربائية وتوفير 10,700,000 متر مكعب من المياه سنويا من خلال تدوير وإعادة استعمال 75% من مياه الصرف الصناعي، فضلا عن تقليل انبعاثات أكسيد النيتروجين بنسبة 40%، والتي ستدعم بمجملها انطلاق المرحلة الثانية من برنامج التوسعة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال للوصول إلى 126 مليون طن سنويا بحلول العام 2027 من القطاع الجنوبي للحقل، وذلك من خلال بناء خطي إنتاج إضافيين بسعة 8 مليون طن سنويا لكل منهما، إلى جانب المرافق البحرية والبرية المرتبطة بهما. وبهذا العقد العملاق لقطر للبترول تكون حلقة عين على قطر لهذا السوق قد وصلت إلى آخر محطاتها. في الأسبوع المقبل نلتقي، إلى اللقاء.
هذا البرنامج برعاية QNB.